السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 4 من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم النبيري. إذا السؤال يقول: حل في R المعادلة التالية إذا لدينا معادلتين. إذا نبدأ بالمعادلة الأولى. إذا أول خطوة في حل المعادلة هي تحديد مجموعة تعريف المعادلة، إذا لتكن دي مجموعة تعريف المعادلة. إذا المعادلة فين معرفة؟ إذا دي تساوي ماذا؟ إذا إكس كتنتمي لآر، وكندير الشروط. الشروط هنا بالنسبة لنا الآلان، يعني ما بداخل الآلان دائما يكون أكبر قطعا من الصفر. إذا إكس زائد واحد أكبر قطعا من الصفر، إكس ناقص أربعة و إكس ناقص أربعة أكبر قطعا من الصفر. إذا إكس كتنتمي لآر، إكس زائد واحد أكبر من الصفر يعني إكس، إذا زائد واحد كنديوها للطرف الثاني كترجع ناقص واحد، و إذا عندنا ناقص ربعة كذلك كنديوها للطرف الثاني كيرجع إكس أكبر من قطعا من أربعة. إذا حنا عندنا إكس أكبر قطعا من أربعة و إكس أكبر من ناقص واحد، يعني و التقاطع ديالهم، إذا التقاطع ديالهم كيعطينا أن إكس أكبر من أربعة. إذا كانت إكس أكبر من أربعة فراح حتما أكبر من ناقص واحد. إذن X كتنسمي R X بحيث X أكبر من أربعة. إذن D كتساوي لنا المجال أربعة زائد لا نهاية. إذن لكل X من D لدينا. إذن دابا غادي نحلو المعادلة بطبيعة الحال في المجال D، يعني الحلول اللي كنلقاهم خصني نشوف واش كينتميو للمجال دي باش يمكن لهم يكونوا حلول. سينو راه ما كينتميوش، راه ماشي ميمكنش نعتبرهم حلول. اذا هذه المعادله تكافئ. كنحاول نبسط المعادله. كنعرفوا بان الالين ديال ا زائد الالين بي هي الالين ا في بي. اذا الالين ديال اش؟ اذا ديال اكس زائد واحد إكس ناقص ربعة تساوي ناقص الألين جوج كندير الطرف الثاني كترجع الألين ديال جوج. إذا كنعرفو بأن الألين ديال أ كتساوي لنا الألين بي يكافئ أ تساوي بي. إذا ما بداخل الألين اللي هو إكس زائد واحد عامل إكس ناقص ربعة كيساوي ما بداخل الألين اللي كاين في الطرف الثاني اللي هو جوج. إذا كنديرو النشر، إكس في إكس هي إكس مربع، إكس في ناقص ربعة ناقص ربعة إكس، واحد في إكس زائد إكس، واحد في ناقص ربعة هو ناقص ربعة تساوي ناقص اثنان. إذا كنجمعو إكس مربع ناقص أربعة إكس زائد إكس هي ناقص ثلاثة إكس، ناقص اثنان كنديوها الطرف الأول غتولي ناقص أربعة زائد اثنان، أو لا هذه تساوي زائد اثنان وليس ناقص اثنان. إذا هنا ناقص، إذا عندنا إكس مربع ناقص ثلاثة إكس ناقص ستة تساوي صفر. إذا إكس مربع ناقص ثلاثة إكس ناقص ستة تساوي صفر. إذا عندنا معادلة من الدرجة الثانية، بطبيعة الحال لحل هذه المعادلة نستعمل دلتا. إذا نقوم بحساب مميز المعادلة. إذا دلتا يساوي ماذا؟ يساوي بي مربع أي ناقص ثلاثة أس اثنان، أي ثلاثة أس اثنان ناقص ماذا؟ ناقص أربعة في ناقص ستة. إذا هي تسعة زائد أربعة وعشرون، يعني هي ثلاثة وثلاثين. إذا جذر دلتا كيساوي لنا ثلاثة وثلاثين. يعني المعادلة تقبل حلين. الحل الأول إكس كتساوي إذا ناقص بي اللي هو ثلاثة ناقص جذر دلتا على جوج أ يعني على جوج، أو إكس كتساوي ثلاثة زائد جذر ثلاثة وثلاثين على جوج. إذا لقينا حلين، بطبيعة الحال هاد الحلين خصني نشوف واش كينتميو لمجموعة التعريف المعادلة ولا ما كينتميوش. إذا عندنا ثلاثة ناقص جذر ثلاثة وثلاثين
يعني تقريبا 3 ناقص جذر 33، إذا غيكون هي تقريبا 5.7 على 2، يعني غيكون تقريبا ناقص 2 شي حاجة على 2، يعني ناقص 1. إذا ما كينتسميش للمجال دي. إذا هذا يمكن لي نسمي مثلا إكس واحد و إكس جوج بالسهل اللي نخدم عليهم. إذا عندنا إكس واحد لا ينتمي إلى دي، إكس جوج عندنا إكس جوج كيساوي لنا 3 زائد 5 شي حاجة تقريبا، يعني هي 8 على 2، يعني 4 شي حاجة. إذا كينتمي لمجال دي، و إكس جوج ينتمي إلى دي. إذا S تساوي، إذا المعادلة على حل واحد هو العدد 3 زائد الجذر ديال 33 على 2. المعادلة الثانية بنفس الطريقة. إذا نحدد دي، مجموعة تعريف المعادلة. إذا دي تساوي، إذا عندنا إكس تنتمي إلى R بحيث، إذا كندير الشروط. إذا ما بداخل الآلين موجب قطعا. إذا إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد أكبر قطعا من الصفر. هنا عندنا واحد المقام، يعني المقام دائما هو يخالف الصفر، يعني إكس ناقص واحد تخالف الصفر، وعندي إكس ناقص واحد أكبر قطعا من الصفر. إذا تخالف الصفر أكبر قطعا، إذا يعني راها حسب ملي كتكون أكبر قطعا من الصفر راه تخالف الصفر. إذا كنخلي غير إكس ناقص واحد أكبر قطعا من الصفر، وكذلك لدينا 3 إكس أكبر قطعا من الصفر، يعني إكس أكبر قطعا من الصفر، لأن إذا كانت عندنا 3 إكس أكبر قطعا من الصفر و 3 حنا كنعرفو عدد موجب، إذا إكس راح هو أكبر قطعا من الصفر. إذا إكس ينتمي إلى R. عندنا إكس ناقص واحد، إذا ممكن يكون عندنا فرق عددان أو خارج عددان والمقام عدد موجب، إذا البسط حتى هو راه خصو يكون عدد موجب، وبالتالي إكس زائد جوج أكبر من الصفر. وإذا عندنا ناقص واحد غنديوها للطرف الثاني غتولي إكس أكبر من واحد وإكس أكبر من الصفر. إذا إكس تنتمي إلى R بحيث إكس زائد جوج أكبر من الصفر، إذا إكس أكبر من ناقص جوج. إكس أكبر من واحد، إكس أكبر من الصفر، يعني إكس أكبر من واحد، لأن إلا كانت أكبر من واحد راه أكبر من الصفر. كذلك إحنا عندنا الشرط هذا تا هو غادي يمشي، لأن عندنا إكس أكبر من واحد وبالتالي إكس أكبر من ناقص جوج. إذا كندير التقاطع، يعني كيبقى لنا فقط إكس أكبر من ناقص أو أكبر من واحد. إذا دي تساوي ماذا؟ تساوي المجال واحد زائد لا نهاية. إذا دي معرفة، إذا المعادلة معرفة على المجال واحد زائد لا نهاية. إذا لكل إكس من دي لدينا. إذا دابا غنحاولو نحلو المعادلة. إذا هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ تكافئ ألان ديال إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد. حنا كنعرفو بأنه الألان ديال إكس أس آر هي آر ألان إكس. إذا حنا عندنا هنا آر ألان إكس، يعني هي الألان ديال إكس أس آر، إذا زائد الألان ديال إكس ناقص واحد أس اتنان تساوي ناقص الألان 3 إكس، كندير الطرف الثاني كترجع الألان ديال 3 إكس. إذا تكافئ، كنعرفو بأن الألان ديال أ زائد الألان ديال بي تساوي الألان ديال أ في بي. إذا المعادلة كترجع على هذا الشكل، هذا الألان ديال إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص واحد أو كاري تساوي الألين ديال إكس. إذا هنا كيمكننا نختزلو بإكس ناقص واحد،
إذن كيمشي لنا هذا التعبير هذا، وهنا كيبقى لنا إكس ناقص واحد، لأن عندنا إكس ناقص واحد أو كاري راهي إكس ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص واحد. إذن كيبقى الإلين ديال إكس زائد جوج عامل إكس ناقص واحد تساوي الإلين ديال تلاتة إكس. إذن تساوي ما بداخل الإعلان يساوي ما بداخل الإعلان، يعني إكس زائد جوج إكس ناقص واحد تساوي تلاتة إكس. إذن كنديرو النشر، إكس في إكس هي إكس مربع، إكس في ناقص واحد هي ناقص إكس، وجوج في إكس هي زائد إكس، أي دونك عندنا ناقص إكس زائد جوج إكس، وجوج في ناقص واحد هي ناقص واحد تساوي تلاتة إكس. إذن كنجمع، إذا عندنا إكس مربع ناقص إكس زائد إكس زائد جوج إكس هي زائد إكس، ناقص تلاتة إكس كنديرو للطرف الأول كترجع ناقص تلاتة إكس ناقص واحد تساوي صفر. إذا المعادلة كترجع على هذا الشكل، هذا على شكل إكس مربع ناقص جوج إكس ناقص ماذا ناقص، إذن حنا عندنا ناقص اثنان هنا وليس ناقص واحد. إذن تساوي إكس مربع ناقص جوج إكس ناقص اثنان تساوي صفر. إذن حنا غادي ندير دلتا باش نلقى الحلول. إذن دلتا يساوي ماذا؟ بكاري اللي هي ناقص جوج أس اثنان، أي جوج أس اثنان، لأن ناقص جوج أس اثنان راه هي جوج أس اثنان ناقص، لأن ناقص كتمشي مع الأس الزوجي، ملي كيكون عندنا واحد القوة أسها زوجي فالإشارة فالعدد كيكون موجب. إذا ناقص ماذا؟ ناقص أربعة في ناقص اثنان. إذا أربعة ناقص في ناقص هي زائد ثمانية، إذا اتناشر، يعني جذر دلتا هو جذر اتناش، أي هو جذر أربعة في ثلاثة، أي هو جذر أربعة في جذر ثلاثة، يعني هو جوج جذر ثلاثة. وبالتالي كيمكن نلقى الحلول. إذا عندنا إكس واحد هو ناقص ب، إذا ناقص مع ناقص ننتبه، ناقص ناقص جوج ناقص ماذا؟ ناقص جوج جذر دلتا على جوج. و إذا ملي كندير إكس أن و إكس دو كندير و، ولا درنا غير إكس كندير أو، إكس تساوي أو إكس تساوي. إذا هنا عندنا اعتبرنا الحل الأول هو إكس واحد، والحل الثاني هو إكس جوج اللي هو تساوي ناقص ناقص جوج زائد جوج جذر ثلاثة على جوج. إذا ناقص ناقص كيرجع زائد، إذا هي جوج ناقص جذر ثلاثة على جوج، كنعملو بجوج كيبقى لينا واحد ناقص جذر ثلاثة، يعني كنختزل بجوج في البسط وفي المقام. إذا وكذلك نفس العملية هنا، إذا عندنا جوج زائد جوج جذر ثلاثة على جوج، يعني واحد زائد جذر ثلاثة. إذا الحل الأول واحد ناقص جذر ثلاثة، والحل الثاني واحد زائد جذر ثلاثة، ولكن خصني نشوف هاد الحلول واش كينتميو المجموع التعريف، أي واش كينتميو الواحد زائد لا نهاية. إذا دي عندنا كتساوي واحد زائد لا نهاية. إذا حنا عندنا إكس واحد تقريبا إلا حسبنا غيجينا واحد ناقص واحد فاصلة سبعة، يعني هذا عدد سالب وبالتالي ما كينتميش للدي، وهذا عدد أكبر من واحد إذا ينتمي للدي، وبالتالي إكس واحد لا تنتمي إلى دي، وإكس جوج يعني الحل الثاني ينتمي إلى الدي. إذن المعادلة تقبل حل وحيد هو العدد واحد زائد جذر ثلاثة.